السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة. ضرب الجزاء اتحسبت على الهلال السعودي أمام الخلود. أنا فكرت الموضوع عادي يعني. بعد ما خلصت المباراة في برنامج أكشن مع وليد في برنامج دورينا غير يعني رد الجمهور الهلال اتحسب عليه ضرب الجزاء الهلال اتحسب عليه ضرب الجزاء شفته من سنتين و يعني هي حتة إن الهلال ما بيتحسبش عليه ضربات جزاء هي اللي مخليه الهلال قوي كده يعني ولا هي اي نقطه هنمسك فيها وخلاص ما انت طول ما انت هتمسك لي في نقط يعني ما يعني ملهاش تاثير في قوه الفريق او ملهاش تاثير ايجابي اصلا ان انت بقيت في مستواك ضعيف وهو بقى في مستواه اقوى وتقول لي ان هي السبب وهي اللي عامله المسافه والمشاوير يا عم ايه يعني هل الهلال الفتره اللي فاتت دي ما يستحقش الانتصارات اللي حققها خليك بص بس بنظرة صحيحة ونظرة بناءة ونقدية واتكلم فيها بشكل يعني سليم الهلال فارق غصب عني غصب عنك برضايا او برضاك الهلال بيكبر نفسه او حاط وضع نفسه ان هو من افضل الاندية على مستوى العالم كورته بتتكلم كده نتائجه مش حكاية بقى انت تقول لي ان هو ما بتحسبش عليه ضربة جزاء هو انت بتكون عشمان اصلا ان انت توصل لضربات جزاء الهلال يمكن السنة دي عشان خط دفاع الهلال مش زي السنة اللي فاتت مش زي الموسم اللي فات خط دفاع الهلال او هجوم الهلال مغطي كبير بشكل كبير جدا ومد ضغط على الفريق التاني فبصعب ان هو يوصل لمرمى نادي الهلال او بصعوبة وبعدين لما اجي اقول لك ان الهلال السنة دي يعني تسجل فيه يعني 5 اهداف في اول كام مباراة او 5 جولات والموسم اللي فات خلص الدور الاولاني كله ب5 اهداف منهم 3 كان في مباراة الرومانتادا قدام الاتحاد السعودي 4-3 المباراة الجميلة جدا الرائعة المتميزة اللي الواحد عمال يتكلم بيها ويحلم بيها مباراة كبيرة فالنهاردة انت تقول لي الهلال اتحسب عليه ضرب الجزاء وما بيتحسبش عليه قبل كده ومن سنتين ما اتحسبش عليه ضرب الجزاء انا مش شايف حاجة غريبة يعني فريق بيلعب بشكل ايجابي فريق ماسك كرة فريق هو المسيطر استحواذه اعلى في كل المباريات المعدل البدني عنده فيه جاهزيه كبيره بشكل كبير امكانياته اعلى من اي فريق في اسيا ده بشكل واضح هنمسك بقى في حته ان هي ضربات الجزاء هي اللي خلت الهلال ياخد البطولات لا راجع معايا وكلمني او نطلع مع بعض نتكلم ونتفاوض في الموضوع ده ونقول ان الهلال يستحق ولا مستحقش يستحق طبعا يعني اقول لك ايه الهلال الموسم اللي فات والموسم ده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اداء متميز متفرد اداء فريق بيشتغل صح جهاز فني مجلس اداره لاعبين جمهور ماشي ورا فريقه بشكل سليم جدا بس محتاجه يحضر في المباريات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته